خلال هذه الأيام يسمعون مصطلحات مثل الكريبتو والإكستنج والمايننج أو ستاكينج أو عمليات التعدين. إيش تعني هذه المصطلحات وما هو المقصود بها؟ بطريقة مبسطة وسهلة أحاول الإجابة على هذه الأسئلة. أسعد الله أوقاتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من خلال قناة حكاوي علي في حكاية جديدة من هذه الحكاوي اللي تجمعنا كل مرة في فيديو مبسط نحاول ندردش فيه مع بعضنا. طبعا قبل الولوج إلى موضوعنا اليوم أذكر غير المشتركين في القناة بأن يشتركوا معنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وأدعوكم في حالة الإعجاب طبعا بهذا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم، يعني أنكم تضغطوا على زر اللايك ولا تحرمونا من الإعجاب لدعم المحتوى اللي نقدمه من خلال قناة حكاوي علي. حكايتنا اليوم تتعلق بمصطلحات أرى أنها بدأت تشيع بشكل كبير خلال فترة القليلة أو القريبة الماضية. هذه المصطلحات هي ثلاث مصطلحات قريبة من بعضها ولكن في نوع من الفصل بينها: الكريبتو كرنسي والمايننج أو الستاكينج والإكسشينج أو التداول. خلينا نأخذوها واحدة واحدة، ولتكن البداية بعملية أو بمصطلح الكريبتو كرنسيز. الكريبتو كرنسيز المقصود به هو العملات الرقمية أو العملات الإلكترونية التي بدأت تظهر مؤخرا، يعني تقريبا في حدود 11 إلى 12 سنة هذا عمر العملات الرقمية اللي ظهرت مؤخرا. طبعا ظهر البيتكوين، ويقول شخص أو منظمة اسمها ساتوشي ناكاموتو هذه المنظمة أو هذا الشخص، لأن إلى الآن مش معروف هل هو شخص منظمة شركة مجموعة شنو، طلع شخص في 2014 وقال أنا هو ساتوشي ناكاموتو لكن لم يقدم أدلة تقنع المختصين في هالمجال فما اعترفوش به. نرجع للكريبتو كرنسي. الكريبتو كرنسيز العملات الرقمية أو العملات الإلكترونية. الكريبتو كرنسيز تشمل عدد هائل جدا من العملات، يعني البيتكوين هو أشهرها طبعا، هو اللي يعرفوه الناس، الكردانو، الدوغ توين، البوفا توين. وعلى فكرة حتى أكون واضح، أنا من خلال هذا الفيديو لا أدعو إلى التعامل بمثل هذه المعاملات، كما أني لا أرفض ولا أنبذ من يتعامل بها. يعني كل إنسان يشوف شنو هو الصح ويستفتي قلبه ويشوف شنو يفتوه ويتجه للاتجاه الصحيح. لو أنا أردت ناخذ مبلغ من شخص معين أو ألف وباء، ألف يبي يحول مبلغ لباء، الطريقة التقليدية اللي نستعمله فيها يمشي لوسيط اللي هو المصرف يعطيه الفلوس، وباء يجي للمصرف ويأخذ القيمة، أو يجي للوسيط والوسيط يسلم إذا كان مكتب أو جهة تحويل. في الكريبتو كرنسيز لا يوجد هذا الشيء، تحويل مباشرة من ألف لباء عن طريق كود يمثل ألف وكود يمثل باء، عنوان عبارة عن رموز وخانات مختلفة، يتم التحويل بشكل مباشر. هذا رقم واحد، لا مركزية. رقم اثنين، سريعة، يعني أطول عملية تحويل ممكن تتم في بالك تأخذ في 10 دقائق، يعني من 10 ثواني تقريبا إلى 10 دقائق، هذا الرينج اللي من خلاله ممكن تحويل العملات المعدنية. البيتكوين زي ما قلت لكم هي عملة مشفرة اخترعت عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة أشخاص عرفوا أو عرف باسم ساتوشي ناكاموتو، بدأ استخدامها في 2009. بيتكوين هي أول عملة رقمية لا مركزية من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة بيتكوين بطريقة الند للند اللي هي البير تو بير بدون الحاجة إلى بنك أو وسيط ثالث. يتم التحقق من الحوالات اللي تتم باستخدام التشفير، ويتم تسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل اللي هو معروف بالبلوك تشين. البلوك تشين هو السجل أو دفتر الحسابات الخاص بعمليات التحويل. يتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تعرف بالتعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى. تشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أن 2017 ما بين 2.9 إلى 5.5 أو 5.8 مليون مستخدم
يستعمل محفظة العملة الرقمية. المحافظ على فكرة هي وسيلة لحفظ العملات الرقمية، قد تكون محفظة باردة زي الهاردسك منفصلة برا لما تعلقها تفتحها، وقد تكون محفظة ساخنة، وقد يكون داخل منصة التداول، وقد يكون المواقع البسيطة اللي هي مواقع البنوك الموجودة على الانترنت اللي هي الرقمية. طبعا في معلومة هنا متعلقة بأول صفقة شراء بيتكوين. طبعا اليوم بيتكوين حوالي 44700 دولار سعر البيتكوين الوحدة. أول عملية شراء تمت بواسطة بيتكوين كانت مقابل قطعتين بيتزا، حينما قام مبرمج يدعى لازلو هانيتش بنشر نقاش على منتدى بيتكوين يطلب فيه شراء قطعتين بيتزا كبيرتي الحجم مقابل 10,000 بيتكوين، هذا في 18 مايو 2010. يعني تقريبا 10,000 بيتكوين هذين اليوم يساوون حوالي 318 مليون، أكثر تقريبا 350 مليون اليوم أو 400 مليون دولار مقابل قطعتين بيتزا. يعني شوفوا كيف ارتفع السعر بشكل خيالي. البيتكوين واحد من العملات الرقمية، يعني واحد من الكريبتو كرانسيس، مختلفة متنوعة، أسعارها مختلفة، لا يوجد جهات تتحكم فيها، يتم توليدها عن طريق أجهزة تشتغل في أوقات يعني في أوقات مختلفة، وهذا بينتقل بنا للمصطلح الثاني. لكن خلينا نمشوا للكمبيوتر نقرأ فيه شوية عن العملات المعدنية قبل لا ننتقل للمصطلح الثاني اللي هو عملية المايننج أو التعدين. تستند على تقنية البلوك تشين التي تسمح بتشفير العملة وتجعل من الصعب قرصنتها وكذا. أهميتها، نقاط قوتها، السرعة الرهيبة في عمليات التحويل، انخفاض المصاريف، سهل انك تحصل عليها، حماية حاملي العملات المشفرة، يعني ممكن عملة عندك عملة مش كيف ما تاخذ فلوس في يدك او في سيارتك، امكانية الاستعمال العالمي مفتوح على مستوى العالم، اللامركزية decentralized، وهذه اهم ميزة من مزايا العملات الرقمية او الكريبتو، عدم الخضوع للبورصات المالية. نقاط ضعف العملات الرقمية المشفرة باختصار برضو، التوسع أحد أهم المعوقات، إن هي متوسعة وفيها كم هائل من البيانات والمعطيات الخاصة بعمليات الدفع في وقت واحد، وصعوبة منافسة شركات لها باع كبير، فيزا، ماستر كارد، يوجد أشكال في أغلب شبكات البلوكتشين، وصعوبة توسع الشبكة، عملية التوسع متاعها فيه صعوبة. من النقاط الضعف الثانية الهجمات السيبرانية، يعني ممكن يكون في هجمات قوية في منصات تعرضت لهجمات في 2018-2017، منصة باينانس وغيرها تعرضا لهجمات وقرصنة قوية جدا ترتب عليها خسائر تقدر بالملايين، تقلب الأسعار، عدم ثباتها، القوانين اللي تحد العمل وتنظم العمل غير موجودة بشكل واضح وبشكل يفهمه الجميع، التبني، عدم وجود جهات رسمية تدير بعض العملات المشفرة كالبيتكوين جعل أمر تبنيه من طرف الحكومات والشركات الكبرى صعب بعض الشيء. طبعا لاحظوا أن في صراع بين أمريكا والصين، تحاول كل دولة منهم خاصة العمالقة الكبار الحيتان الكبيرة أن تفرض سيطرتها على مثل هذه العملات وتصدر عملات تبين قوتها. البلوك تشين يقال أنه هو في مواجهة الدولار الأمريكي، وهذه تحليلات وتخمينات عالمها واسع جدا وفيه الكثير مما يمكن أن يقال. هذه العملات الرقمية أو الكريبتو كرنسي. نشوف سعر البيتكوين اليوم أو الآن، سعر البيتكوين الآن 44,226. خلوه شوية ثاني حنرجع على سعر البيتكوين حتى تشوفوا كيف تغير السعر بشكل آني وبشكل لحظي ومتغير. سعر البيتكوين مقابل الدينار اللي بحوالي 200,000 دينار و612، هذا الآن يعني في هذه اللحظة. شوفوا مستمر التصوير 44,155، ففي كل لحظة يتغير السعر هذا بالدولار، وسعر عالمي والعالم كله يتابع في هذا السعر، يعني بس مش نحن اللي نشوفه فيه الآن لايف. 147 في تغيير واضح، قبل 10 دقائق تقريبا كان حوالي 44,700 أو 44,600. وصلت نهاية الفيديو، أرجو أنكم ما تبخلوش علي باللايك في حالة عجبكم الفيديو، وبالاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد، وبتفعيل زر الجرس حتى الملتقى. دمتم في أمان الله، وملتقنا بإذن الله حكاية جديدة من حكاوي علي. ما تنسوش أن تختموا يومكم بعمل صالح اليوم. مع السلامة.